احنا دلوقتي بنتكلم عن فكرة بدأت ازاي من حيث المبدأ، هل كان لمجرد مشروع التخرج ولا حضرتوا ليها امتى بالظبط؟ يعني احنا في الاول قبل مشروع التخرج، هي طبعا كانت الفكره يعني عشان مشروع التخرج، احنا في الاول فكرنا ان احنا نشوف الحرف في الفيوم الاول، يعني نعمل نشوف الحرف في الفيوم، يعني كنا يعني اخدين الفيوم بس، وبعد كده قررنا ان احنا ناخدها على نطاق اكبر. طبعا الدكتوره بتاعتنا دكتور رانيا شعبان ورانا رشاد هم ساعدونا يعني ان احنا نفكر في الفكره ونكبرها، بس بعد كده قررنا ان احنا ناخد حرف مختلفه في محافظات مختلفه زي سيناء وسيوة والفيوم والاقصر واسوان والقاهره. طبعا الحرف اللي احنا مختارينها اللي هي زي مثلا المنتجات العنايه بالبشره، الحاجات الصابون والزيوت وكده، والحاجات واللبس اللي هو مينلي بتاع السيني السيوي والسيناوي اللي هو التطريز المطرز، هو مميز جدا بالنسبه للثقافه المصريه، بيوضحها جدا. طب انتوا قبل ما نتكلم في التفاصيل، انت كده هتاخدي كل الكلام، يعني احنا عايزين نتكلم في كل التفاصيل، ولكن مين المجموعه الثانيه او مين الاثنين كمان اللي معاكم؟ معانا زينة حسن وشهد عبد المجيد. ممتاز جدا، عشان برضو لازم نحييهم، يعني قبل ما ننسى لازم نحييهم بالتأكيد، يعني ضمن فريق العمل. طيب انتوا بدأتوا تشتغلوا على الفكرة نفسها، ويعني خلاص اتفقتوا العناصر الرئيسية اللي هتشتغلوا عليها، لما حددتوا الحرف اللي هتبدأوا ان انتوا تبرزوها زي ما بنقول، ازاي بدأتوا ان انتوا تروحوا لهم؟ لان بنتكلم هنا عن حرف في اماكن حدوديه، هل رحتوا بنفسكم هناك؟ احنا الاول كنا لسه عشان كنا بنفهم اكتر الموضوع، رحنا كان في تراثنا، رحنا الاول وتعرفنا على الستات هناك وشفنا الحاجات وخدنا ارقامهم وكده، عشان كان المفروض نعمل انترفيو معاهم. بعدين في الاجازه اللي هي في بتاعت نص السنه سافرنا، رحنا سيوة ورحنا سينا، بس طبعا مش سينا التانية، رحنا دهب يعني، ورحنا الفيوم وكنا في القاهرة، واتعرفنا على ناس هناك وشفنا الستات بتشتغل ازاي، وعرفنا قصتهم وعرفنا ايه الحاجات اللي بتحددهم في ان هم مش عارفين يكبروا، عرفنا اتعلموا الحاجات دي ازاي من بدايتهم خالص، وعرفنا كل الحاجات. الاستجابه بقى منهم من السيدات اللي انتوا كلمتوا معاهم، الاستجابه كانت ازاي لما رحتوا اصلا وبتقولوا لهم احنا عاوزين نعمل دراسه معاكم؟ لا طبعا كانوا مبسوطين جدا، وهم اصلا مش احنا اول ناس، بالذات في القاهره الصراحه كانوا بيقولوا ان احنا مش اول ناس، وهم يعني بينبسطوا جدا لما بالذات شباب جامعي بيروح يتكلم معاهم ويقول لهم انه مثلا مشروع التخرج بتاعه او مشروع عامة بيبقى عنهم وعن الحرف، دي حاجة بتبسطهم جدا. الستات هناك بيبقى ممكن صعب شوية ان احنا نتكلم معاهم او نوصل لهم، لانه بالذات مثلا في سينا في سيوة في الحتت دي مش يعني مش متعرف عليه قوي، حتة انه الست تشتغل في حتة بره بيتها، يعني هي بتشتغل في بيتها، هم بيجيبوا لهم الماتيريال وبتشتغل في بيتها وياخدوا منها الحاجات دي، والرجاله هي اللي بتبيعها. فان احنا اصلا نلاقي ستات بتشتغل بره، دي كانت حاجه طبعا انسبيريشنال جدا، وعرفنا قصتهم الباك جراوند بتاعهم ايه، كل الحاجات دي كلها، وهم بجد كانوا مبسوطين وهم بيتكلموا معانا، يعني حاسين ان الناس مديه لهم اهتمام للحرفه اللي بيعملوها وليه تقديرهم كستات. هل ده السبب الوحيد اللي خلاكوا تختاروا السيدات، ولا ده نوع من انواع التحيز زي ما كنا لسه بنتكلم؟ لا خالص، احنا كمان يعني اخترناهم عشان نشجعهم، ونشجع عشان في حاجات يعني صغيره معموله او كده، ان احنا نشجعهم وان احنا نوري الحاجات اللي هم بيعملوها، وان هي الحاجات اللي بيعملوها بايديهم بجد حلوه قوي، يعني مش تحيز، هو الفكره ان فعلا في سيدات كتير هم مش ظاهرين في الصوره، يعني مش ظاهرين ان الحاجه دي معموله بايديهم او كده، فاحنا كنا عايزين ان احنا نوصل للناس الحاجات الحلوه اللي هم بيعملوهم بايديهم من خلال السوشيال ميديا بتاعتنا، يعني ان الناس تعرف الحاجات اللي هم بيعملوها اكتر، ويعني ويتعرفوا عليها، وبجد هي في حاجات بجد اكتشفناها حلوه جدا يعني هم بيعملوها الصراحه. احنا شايفين صور فعلا، يعني بصراحه حاجه ممتازه جدا، يعني البعض ممكن يفتكر ان ده شغل مصانع، بعضها يعني ممكن يقول ده شغل مصانع، ولكن واضح جدا طبعا ان في ابداع فيها من السيدات. احنا خلاص اتفقنا ان هم كلهم طبعا سيدات، مهم ان احنا نوضح ده باستمرار. طيب عاوزك توضحي لي المهام علشان ده يكون واضح لكل اللي بيشوفونا، كل واحده فيكم كانت مسؤوله عن ايه؟ كل واحده فينا كانت مسؤوله عن حرفه. تحددي لي بقى عن حرفه ولا مهمه؟
لا يعني كل واحد فينا ماسك حرفة بيشتغل عليها، بس احنا كلنا يعني حاجة واحدة. تمام. بس كل واحد كان ماسك حرفة، الحرفة مثلا انا بصور الحرفة دي، مريم بتصور الحرفة دي، يعني كل واحد كان مسؤول عن حرفة. فانا مثلا كنت مسؤوله عن حرفه اللي هي الحاجات العنايه بالبشره، الزيوت وكده والصابون واي حاجه معموله للبشره عامه يعني طبيعيه ما فيهاش اي نوع من انواع الكيميكلز. تمام. مريم كانت مسؤوله عن اللي هي الحاجات اللي هي الكروشيه والحاجات اللي هي المطرزه والمكرميه والحاجات دي، الحاجات اللي هو الحياكه يعني. وشهدة كانت مسؤولة عن الديكورات زي مثلا الفخار والنحاس والحاجات كل حاجة معمولة بالإيد يعني ليها علاقة بالديكور. وزينة كانت مسؤولة عن اللبس اللي هو المطرز اللي هو السيني السيوي والسيناوي. طيب مريم، احنا كده خلاص شفنا الحرف اللي انتوا اشتغلتوا عليها وقسمتوها، وبناء عليها بدأتوا الدراسة او بدأتوا مشروع التخرج بالنسبة لكم اللي بعد كده اصبح حملة. الدولة، هل كان في تفاعل من الدولة واشادة من الدولة بالمجهود اللي انتوا عملتوه؟ صراحة يعني احنا برضو يعني نطاقنا صغير فلسه ما تشفناش قوي، بس كان في دكتور دكتور مايا دكتور مايا مرسي دكتور مايا مرسي احنا ما تواصلناش معاها خالص ولا هي تواصلت معنا. احنا لقينا ان هي منزلة عننا بوست وبتتكلم عن الحملة بتاعتنا، ودي حاجة طبعا فرحتنا جدا. فحسينا طبعا ان المجلس القومي للمرأة بنفسه فحسينا طبعا ان احنا يعني ان في اهتمام من الدولة على حاجة زي كده. وحاسة ان احنا برضو لما نتعرف اكتر ونشاف اكتر طبعا دي حاجة هتفرق جدا. وناس كتير قوي من نيوز بيبرز بقى مختلفة وناس كتير كانوا عايزين يتكلموا معانا ويعرفوا اكتر عن الحملة، ودي حاجة برضو بسطتنا اكتر. واحنا حرصين كده كده يعني طبعا مشرفينا النهاردة طبعا. ميرسي شكرا. دي حاجة طبعا يعني ده بايت جزء كبير من الحملة بتاعتنا، لان من غير كده اصلا ما كانش حد هيشوفنا يعني. بس طب شمس، بالنسبة للجامعة، الجامعة ازاي دعمتكم برضو؟ لا هو الصراحة ده يعني الجامعة بالذات الدكتورة بتاعتنا كان ليها صراحة يعني افرت كبير قوي معانا، ان هي تشجعنا وان هي تساعدنا وان هي تحطنا على الطريق. يعني كانت الصراحة معانا من اول يوم، من اول لما رحنا تراثنا نشوف الحاجات وناخد نمر ونشوف يعني الدنيا فيها ايه. هي الصراحة من اول يوم هي كانت مشجعانا وعلى طول بتشجعنا. يعني الموضوع برضو كان صعب شوية في الاول عشان كنا احنا محتاجين نعمل بحث عن كل حاجة بالحرف ونعرف عنهم اكتر والستات وكده، فكان الموضوع الصراحه كان صعب وهي ساعدتنا كتير قوي الصراحه. خد وقت قد ايه منكم؟ لان انتوا بتتكلموا في اربع تصنيفات من الحرف ومجهود كبير، خد وقت قد ايه المشروع؟ هو يعني من اول لما ابتدينا مثلا من اول 10 لحد دلوقتي احنا لسه شغالين فيه. طب ممتاز جدا. يعني في يا مريم كده الاستدامه موجود، يعني الفكره موجوده، النيه موجوده. بس كنا مقسمينها السمستر الاولاني كنا بنعمل اكتر الريسيرش، كنا بنشوف المعلومات، بنعمل كتاب كبير كده عن كل المعلومات، الحرف اليدويه والستات اللي عملتها، وبنعمل كمان ايه المسلسلات اللي كانت بتنمي حاجه زي كده او بتطلع حاجه زي كده، الدراما المصريه وكذا حاجه، بنبقى عاملين كتاب كده كل ده ريسيرش. تاني جزء من السنه الدراسيه بتبقى عن ازاي هنمبلمنت المشروع ده في حاجه ان ريل لايف، الاعلانات، الاعلان التلفزيون، اعلان الراديو، البي اي كامبين اللي هنعملها. ودي قدام برضو الجامعه ساعدتنا فيها، لان احنا البازار اللي احنا هنعمله ان شاء الله هيبقى برضو الجامعه. ده هيكون مثلا اللي هو محاكاه لمعرض تراثنا مثلا، هو حاجه ستات 10 ستات جايين ان شاء الله عندنا في الجامعه هيعملوا بازار، ومفروض تقريبا محافظ الفيوم هيجي برضو وهيعملوا بازار ان هم يبيعوا حاجتهم هنا والناس طبعا تعرفهم اكتر وكده. فده هيبقى احنا هم السبونسرز بتوعنا، ودي حاجه طبعا الجامعه ساعدتنا فيها لان من غيرهم اكيد ما كناش هنعرف نعمل حاجه زي طبعا كده. لازم يكون في امور تنظيميه ولوجستيه زي ما بيقولوا علشان يتم تحضيرها والاماكن وغيره والشكل النظامي. طب شمس، بالنسبه للتحضير اتكلمنا عنه، ولكن العمليه نفسها ازاي كانت بتتم؟ انتوا بتروحوا بتقعدوا مع الستات، طب ايه اكتر الحرف اللي انتوا فعلا لمستوا انها كانت مظلومه مفيش يعني تسليط ضوء عليها؟
اكتر الحرف اللي كانت مظلومه يعني، يعني هي ما فيش حرفه معينه مظلومه يعني، يعني هي كل حاجه ليها مكانها يعني، لان احنا مختارين 4 محافظات، فكل يعني احنا كنا عارفين ان في كل محافظه في حرفه، فما كانش في حرفه مظلومه قوي يعني. مثلا في الفيوم الفخار وكده اكتر، انا هنا مثلا في القاهره الحاجات بتاعه العنايه بالبشره والصابون وكده اكتر، في سيوه وسينا اللبس والتطريز مثلا، برضو في هنا في القاهره زي في رمسيس وسواسف وكرداسه والحاجات دي، فيها الحاجات اللي هي السجاجيد والمكرميه والحاجات دي، فكل حته كنا بنروحها اخد حقها في الحرفه الصراحه يعني. ما كانش مجهد عليكي يا مريم؟ عليكم كلكم بالتاكيد طبعا يعني، بس هو شمس كانت في القاهره يعني بالنسبه لكم. لا بس سافرت معانا. كانت بتيجي معاكم؟ سافرت معانا. والله كويس. كلنا كنا بنسافر. لا هو صراحه كان صعب عليكم السفر في التوقيت ده وانتوا بنات يعني. الصراحه يعني احنا كنا خايفين الاول اصلا نروح هناك يعني، نضرب المشوار ده كله طبعا وما نلاقيش حاجه او ما نلاقيش او ما حدش يتجاوب معاكم. بالظبط، لان احنا كنا عارفين ان برده الكالتشر بتاعهم هناك غير هنا يعني. هنا الصراحه في ستات كتير بتشتغل وعندها قابلية ان هي تصور، عندها قابلية ان هي تتكلم. هناك ممكن يكون الموضوع مقفول قوي، بس اللي ساعد على ده اكتر كمان ان انتوا بنات، فعشان موضوع بنات فالسيدات هناك بالتأكيد كان هيبقى امكانية التفاعل معاكم. ده حقيقي.